السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب في الله، مرحبا بكم في قناتكم ياسين للمعلومات. في هذه الحلقة جيتكم المواضيع الهامة والجميلة، وهي موضوع المجانيات. ومجانية جنرال الحلقة هي عبارة عن أداة من أجل الإضاءة، كيف تتصرف بها مع الاتباع الخطوات اللازمة من أجل التوصل بها. ولكن في الأول دعوكم مشاركة معي في قناتي ودعمي، لأن دعمكم هو سبيل نجاح القناة. ولا تبخل علي بالضغط على زر الاشتراك أو أبونا وسبسكرايب، وإذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علي بالضغط على زر إعجاب فضلا وليس أمرا. نذهب مباشرة للموقع. هذا هو الموقع، وهذه هي الأداة الرائعة والجميلة التي تمكنك أن تتصل بها أحبابي في الله من هذا الموقع. ما عليك إلا من هذه الاستمارة التي ملأتها من قبل. هنا الفيرست نيم، وهنا الليست نيم، وهنا الجيميل الخاص بك، وهنا جوب تيتر انفورماتيك، وهنا كومباني ضع الاسم الشخصي لك، وهنا كومباني تيب الناظر اتركها هكذاك، الادريس الخاصة بك، والسيتي وهي المدينة، والكونتري وهي الدولة التي تقطن فيها، وبعد ذلك اضغط على هنا وضع هاتفك النقال. بعد ذلك ما عليك اخي او اختي غير الضغط على جسوي باور روبوت ام نوت روبوت بالانجليش، اتركها حتى تقوم بالتفعيل. فقط قم باختمال هذه القناه حتى يتيقنوا انك لست روبوت، واضغط على هذه الايقونه هنا. هكذا احبابي في الله، اكون قد قمت بطلب هذا المنتوج الذي تصرف في غضون 25 يوم. ارجو من الله عز وجل ان تكون هذه الحلقه قد نالت اعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر اعجاب فضلا وليس امرا. وعيد مبارك سعيد لنا ولكم جميعا.